يعلم انه القطاع المصرفي الليبي في طور اطلاق الخدمات المصرفية الاسلامية القريبة جدا. السوق الليبي واعد جدا جدا ولأبعد حدود، انا بحكي عن خبرتي المتواضعة خلال عامين الماضيات من خلال دراسات ميدانية ودراسات جدوى اقتصادية. ليبيا تحتاج إلى كل شيء. أولها تحتاج إلى العنصر المخلص في البناء، تحتاج إلى وضع تصور بعيد المدى، خطة خمسية أو عشرية أو عشرينية قادمة في جميع المجالات. ما يشجع الاستثمار في ليبيا أيضا هو طبيعة الشعبين المتقاربات جدا في الأردن وليبيا. بعتقد أنه الآن الأوان أنه نبدأ بالتفكير الجدي. موضوع الانفلات الأمني هذا أنا برأيي تقريبا مبالغ فيه جدا. أنا عايش في طرابلس، موجود في طرابلس وبتنقل يوميا وليلا نهارا. يعني أنا شخصيا ما شفت شيء في ليبيا أو في طرابلس. رحت بنغازي تنقلت، يعني الموضوع إعلامي أكبر منه ميدان. إخوان في مصرف ليبيا المركزي عم بعمل مجادين لوضع منظومة مالية تنظم موضوع التحويلات، الحقوق، استقرار السيولة، العملات الأجنبية. أعتقد أنه خلال شهرين الثلاثة القادمة هنشوف شيء على الأرض جدي. دراساتنا تفيد أنه سعر الدينار الليبي هو أقوى بكثير مما هو موجود في السوق الحالي، لأن قيمة العملة مقيمة بالموارد الموجودة للدولة. عطاءات صراحة، يعني أنا بحكيها وكل ثقة، شركات أجنبية عندنا مشكلة فيها في موضوع العطاءات يجب أن تكون بالدولار الأمريكي أو العملة الأجنبية. أنا من مشجعي جدا أن تكون العطاءات بالدينار الليبي. أي سؤال استفسار أنا جاهز. شكرا. طبعا شرفت بمعرفتك. الإشكالية اللي إحنا طبعا شعب ليبي، شعب حكم الشعب كله ملتزم دينيا، فتواجهنا مشكلة دائما في الاقتراض من البنوك هي بفوائد، وهذا أمر يزعج الليبيين. تخيل معناها حتى ولو نعرف أنه قرض بفوائد، أنا مستعد نخش في مغامرة تجارية مع أي شخص في سبيل إني ما نخشش تحت سقف الفوائد، لأن إحنا دائما نحطها قاعدة ثابتة أنه حينهار مهما كان سقف الإقراض، ما حيمتحن المشروع لأن الله يمحق الربا. فأني نوجه نداء إلى المصرف الليبي القطري أنه يفتح فرع إسلامي في ليبيا، والأخ المستشار رئيس المجلس الانتقالي أكد عليه أن الفوائد حتلغى في ليبيا، ألغى القروض البسيطة، ولكن القروض الكبيرة اللي يستحقها المستثمرين مازال بالفوائد. فما أنا ما نحبش أني مثلا مصرف تجاري وطني قال لك أني ممكن نوفر لك أي سيولة أنت تباها، شرطي الوحيد أني بدون فوائد. صحيح. يعني أنا اختصاصي بنوك إسلامية. كويس. في آخر شهر مارس أنا على اطلاع وعضو في لجان معينة لتأسيس ووضع القانون الأعمال المصرفية الإسلامية في مصرف ليبيا المركزي. حيكون إن شاء الله في آخر مارس إصدار القانون المنظم للأعمال المصرفية الإسلامية. من خلال هذا القانون حننطلق في موضوع منح التصريح والتراخيص للعمل المصرفي الإسلامي. مصرف الليبي القطري هو أصلاً مصرف إسلامي،
يعني المنتجات اللي احنا عم نجهزها الان لاطلاقها في السوق هي منتجات تمويليه اسلاميه بحت، سواء تعتمد على مبادئ المرافقه والاستثمار والاجاره والى اخره. بالتالي يعني سنرى بعون الله تعالى خلال الشهرين القادمات مفاهيم جديده ستسمع في السوق المصرفي الليبي. سامحني بالنسبه للحوالات، عفوا للمعاملات التجاريه. طبعا باب الاعتمادات المستنديه كبير جدا. الان بامكانك ان تفتح حساب اعتماد مستندي من قبل من طريق البنوك التجاريه على طريق مصرف ليبيا الخارجي بغض النظر عن قيمته. موضوع الحوالات، فتحت الان الحوالات التجاريه، الحوالات الفرديه ما زالت لغايه الان معقده. سيعاد فتح اعتقادي سيعاد فتح الحوالات التجاريه قريبا، الشخصيه قريبا جدا. مجرد ما التاجر قدم الفاتوره الى المصرف المعني تذهب الى المصرف في المركزي ويعطى الموافقه ويتم التحويل. سعر العمله الان تم اذا يعني اذا ما تم سيتم تثبيته لمده من 2 إلى 3 سنوات على تقريبا 1.25، كل دولار يسوى 1.25 دينار ليبي. هذا التوجه وافق الخطى اكثر منه يعني سلولي بس ستيدي، يعني هو نوعا ما ثابت قوي، وبنلاحظ كل يوم في تطور، في خطوة إلى الأمام. السيولة تكاد تكون إنها تنحل مشاكلها سواء بالدينار الليبي أو بالدولار الأمريكي. يعني الموضوع يا إخوان دائما بنحكي إحنا 43 45 سنة من الخراب. الموضوع ما بيجي خلال كبسة زر بس بتوفر فيها أحدث أنظمة الحوالات والبنوك والاتصالات. يعني ما تم إنجازه لغاية الآن خلال 3 شهور يعني معجزة. وبالتالي الاعتمادات موجودة، حوالات تجارية موجودة، سعر العملة ثابت عمليا. عفوا أستاذي، في الخطة الاستراتيجية بتاعكم وتمويل المشاريع مثل المشاريع الإنشائية مثل كشركات مقاولات، كيف يكون تمويلها؟ بالتأكيد بالتأكيد. في موجود في خطتكم؟ بالتأكيد بالتأكيد. وإحنا سنبدأ ب فروع للأفراد وفروع لقطاع الشركات. قطاع الشركات ستتولى تنفيذ تمويل المشاريع الكبيرة. طبعاً أنا غفلت إني أتحدث عن مالكي البنك. في سقف للمشاريع أو في منظومة، إحنا سنكون تحت مظلة منظومة القوانين في مصرف الليبي المركزي. بالتالي لازم تحسب المديونية وأن لا تتجاوز جزء معين من رأس المال ومن الموجودات. بالتالي وايضا موضوع الجدوى الاقتصاديه للمشروع، لكن يعني النيه موجوده والادوات موجوده والاجراءات موجوده.